انت يا عبد الرحمن؟ نعم. يين الباقه خطيتها؟ الباقه تريا ديك يا ديك يا. انت ايش عقيدك اللي فوق الا فوق مكان الكساوي عندك؟ كم تدور المريس الباقه ما تري ديك يا بقادي لك الخضراء ولا البيضاء؟ بشيل بس سيف اللي تخيني فوق. وكل انت هجبت من ام وهجبت من ام. والله انت تواه. ها. انت بس شوف الماسك اللي تفتح الراس. ها. اشرب لنا منه ولا القناش يا باقي تعبان نخلوه لي بعدين كيف جكت الخيل عندك بتسخن. كلامك زين انت يا ابو الدرحمان. نعم. اليوم كان شيرنا ما خير. اخ. انزور النمشي. الوطن هم مسمهرافات الصباح ما شيك باقي. والله اقول نحن هذول والله انا قال لك نور السيف كل يوم زاحف جاي جيشان كيف اقول لك نسيروا منه والله كان من نزلنا في اول ولا بنشاف دتك لكن صار ظهر قريب نحن ايه ببقالنا ولا بناكل زول ولا بنمشي له حق زول هو قاعد تقتل هم ما البكل بجيبوا فيك الدربه نشوف كم يوم ذاك العدل عدوا بهني شيف لا دقيقة المر بس نحنا كنا البكانة دقيقة قاعدة والله بكانة هذا ميري هو ليش انت ترى بكانة ميري بيجي الحلال جاي لنا بنشرب بس وقاعدين لكن تو لينا سنة كاملة شيكي ولا حسينا بي عافي أكثر من بتاني إنسان سنة ما شفت شغل بعينك يا جماعة بتان ما بتحمد الله تاني أكثر من بسوي كيف يا زو هيكي هيكي الكارفة عايش الراخية عايش لكن ما العافية هم شيء نحن كنا نقول إنه بكان شيء بسترنا وبنمشي من الناول وكله آه. بنمشي من أي وكله خير من شغل يبقى لنا فوق ما أنه عيالنا أما العيال كيسا ضامن منهم ياتو كلهم ما فاتوا وزالك ولا في الساعة الثلاثة يا كلهم دخلوا جيشة النورة تقولها الساعة ما عارف نرجوهم لبعدين كبيرجوا لهم بحاجة والله يا زال هم الماتوا قبلهم كلكم هم كان ماتوا كل نحن اليوم كما منحزنوا هي هم كان الدور ملان المالكة المالك هنا الحي بس ايوه انا الحي هم شو المال اللي مو اسال بالزمن ما لقي خلاص كل قيبتهم اللي جو وبعد ذاك ناس بتروق ونحن وين بنمشي شو قرك بنقعد في اي مكان يوم ذاك بقولوا مشوك يوم شركه طردتهم ما شنو يا دي ام شركه السوداني والشاتيه لا انا ديلك ما هم قمجوا من دون جلي ديلك ونحارجوا بلد طويلة مرقوا بهم بس وفي واحدين غيرهم هم ديلا قال فاتوا قايو المشترك قامت فوق والله انا ساولا مش قال في ولد مسكوا 10 ولد من الشباب المشوا اللي بيمشي بروق التفتافة بخاف يكون من عيالنا لا 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 لا, لا. نحن كي ايدك علي قلبك ما بيجوم شغلك هسا اليوم انا اليوم ناكل لك بيل محل ما بكرت للباقة عندك بجيبه الزولان بي ما قامت قالت ماشي السوق وقالت اللي بكرة تبدر تج وبكرت مشيت لقيت واحدين بالعصر وخشم الدرب والله خيفتهم خوف حتى طلعت الجركس جديد هي انا لكن تعجبك بالله ماسكة معي زقتها لك زقتها والله فتحت عينك الساعة 103 كاس اه اي والله قعد بشيف شوفت لك عيني فتحت والسدافة مشالت ثواني اللي نحن كان سرنا من محلها نفقدوها نفقدوه والله كيف عبد الحمد؟ أه؟ ولا شيء نسوي شيء في الناس واحدين بيقولوا الفتح كنا لقينا لنا واحدات قرينا لنا مفتحين وما خير في الحلال. بعدين قيدنينا نحن تو بس نمشي لعسير مريض بس نمحطوا العيال جيبوا وبناكل وبنشرب وبنعيش في فلترتها بس. بعته ناكل بدراعنا. هنا في الحين والله اليوم ذاك اليوم ذاك مشيت جبت لنا منها اول امس وكان مشيت جبت لنا منها واي لقيت والله خاش فوقي خشي بالحين بدورني انا مره واحد تعال نمشي نقول لنا فتح بس الفتح ولا بدورن كانما كله كبار ولا قدار تبعت بجيبا ولا شيء لكن مش كلنا قداري منك والله زول لسه ان الحاصل كي ها يا زول كان اللي بتدور خرط خرط انت مالك الفاتح حق شوف تناور ليك ناس خسروك ليك مالاي واقروا لي وسووا لي والله هو كل لك في النهايه الحلال كان ما نفع الحرام ولا بينفع ان خلقون جمين ديرتين واحد لا يقول لك هكي وهكي ها وانت إيه. ها اليوم ما بنمشي الشتره الشدره يعني الشدره انت اللي المحكم والله اول كنا نطلعوا هيني بكان الشبكه انت اللي مبعتيله
ما بعرف مبعتين له هي السوداني وقت مبعتين لا لا مبعتين خلاص ها هي مساعدك مبعتين نشوف العيال واللي لقوا شنو ما لقوا شنو زاد نمشوا بعدين هذول الأشيمنا اتصلوا بهم هم كم خشوا كله بخشوا في الشبكة بعد لا هم اليوم امبارح كي في كلام الليل البارح البارح كي ما بصبح دون جال الشبكة واي هم في اليوم كي بصبحوا فوق وكنتوا في كركور كركور تخبره كركور بخبره خلاص وكنتوا داخلين في كركور جوا قال لي تليفوناتنا نحن من زوق من كركور ذاته بنطلع برا من جوي. والله يا زول نحن بنابو المشاكل بس هسه قعدتنا من قمنا يوم واحد كنا مشكلة كي فوقنا ما بقيت وما مندور المشاكل احنا والله هسه اليوم يمنع حتى كان اجايزنا واحد يشيخ شوف صهينت منك كل الهم بكلك لما مشاكل يبقى ببندق ويبقى بحاجه مشي له الله كريم شغل بيجي ما في الانسان انت كان عبد الله وبتهرب دقيقه المره شغل بيجي ما في لا لا ما في ما في جاتك قال لك هسه قال لك بتودر منك اي حاجه ما لا لا انت اجينا شك شك الله شك 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 شيء شيء كيف ارقيتها تقوم الله عسل اشرب بعدين هي ذاتها المرأة قصة قالت كان علشانكو بطلق الراجل لكن تولد امي ولا بالأرض ونحن ابوي قدلتنا كل معه ولا واحدة مدتنا مشيتنا ساكت كي مشيتنا في الارض كل معه ولا واحدة انا نامز بغان شربت كي امتي وطاقيت الجلابي الكبيرة كل انطلقت الجلابي فوق 5 مليون كل انطلقت محل المراغة هناك بس قلت انضمت لي من البارح مشيت لقيت انشلت جبت انا بدري نكرت ذات اقول لي ما هني جسمي بيجي فوقي خفيف وبدري انا تقلات مثل ذاك ما عندي وجيت عندك وقعدت كينا من قبل وقت مشيت لليركز قالت لي اماني انت كاب الدرحمان شيها انا كل يوم ذاك بكان مشي يوم جبت لينا هنا ايوه بكان شلت كي النعال كله انت خليته هنا جيت ساكت شوف الشوكه كل ما حسيت به نم جيتني لما ما جيت قالت لي نعالك ايه قلت لي نعالي نعالي قالت لي نعالك اللابسه قلت لي عمي طقيت رجلي لقيته فاضي هي بالراحه كي رجحت بس هلا بالكبار مشيت هناك هي لقيت الليل وصل عندك رسلته قلت لي مش مكان امتك مستور هناك التنطيق بنعالينا تجيبه لي هي جير الليد الله يبارك فوقهم ايش جابهم هم يالكي كان فيهم ترى صغير كله كان فيها وهم من الكبار ولا بجيبوها ما بجيبوها لكن والله مرك انا لقيتها وش بين مصر اللي بتصف المرة ما في نهاية بقول ها هسه اللي البقر كي من قاعد جبتني الله ما جبتني اللمس يالا خلوك معايا قاعد ديلك لا لميتي لميتي مبراح ها اللي جابوا من شقيش يوم ذاك الايام ما ما ادري ما جمعك يا توست ولا ما عيورك انا حليبة والله هم جابوا يعني هذول ظروفهم كثيرات ونحن بالنصيحة قعدنا اي مكان من وصفوه والله بلقوا الاسرار وبكان العيال اللي لسه بيمشوا يعرفوا بيجيبوا منا هم بقاي بملسهم بلزوا لهم من غاي واي هم بدخلوا جا وجاسوس يوم واحد مكانهم ذاك ما شافه جصجص الموت رجيلا هم جصجصوا بس قطعوا ومن احنا اليوم يشوف كيف بقي معانا صعب خله كم يشوفوا بيعلم وقفوا انقار يمكن لا لا الله يبارك يعني احنا الفقرة دي الانسان السوم ما يزول انا اتسع الفقرة من شدة العيال شادين حولهم بجوبه الفقير محل ببلك القروش بتقول لي زول قاركو قال ما بسوي لي نهائيا صحيح صحيح نهائيا ذاك الفقير الليدي فقير ابو قسمي ها مكان يوم ذاك وديت لل 15000 الاولانيات العيال مكان دخل لهم خلوه ايوه مكان دخل الخلوه ما قال اصرف على البلوى العيال كي خلاص هسه الحمد لله قال لي باذن الله عيالك ديل يمشوا ويجوا ضمان بس شغل كي مطلوقين يمين بس بس قال لي ما في اي مشكله ها وهسه عيالنا متى هم بيشوفوا يجوا لكن مشيتوا معي بس هي وعرشية لا لا هاي ها هاي تدوت يتهم ليش ما يهمنا يا لما شو قادي مشو ريح ريح مشو ريح الريح نحن ولا بيع كلنا تلفون ما بطلع معك انت لكن انا امس ضربوا لي الريح كي ما بيع كلنا
والله ما بياكل، لكن هم ذات القد دي كسا قددهم المرق فوقها شايتي فوقك ولا والله قال لي قال لي بالتان كان نقصت آخرة العيال كل 40 كيلو تموها فوقهم الأربعين يوم الاستير خلاص بقوة قلبها وبيخلنا بكون جاسر زيادة. إيش نحن كل ما مشوا قلوبنا بس اللي نقلقهم بس ولا بخلينا إلا كان بعد مشون وشيء ما حتى شيك الهامبرجر صحيح. أنا عبد الرحمن الشغل السوم خزاكي زيها ولدي زي اليوم أم سمير وباكر قلنا يلا إحنا سايرين بكاني مرة فاتوا جابوا البقر من صعيد جابتهم الأول الأول خلص وجابت لي كتاحة كي وشقلها زول باقي شوشو بسيطي وهي سوى الدافع اللي بو شلعنا منه لمن ذاك أبوي من سوقون نحنا مرقناه ما في ليك أم سمير عبد الرحمن اللي عندك قيران في كفتك بقلة كلك ولدت اليوم الباكر بس قال له قول لي يلا شدينا بس بالتان اسبوع احنا سايرين من دخل بطن الحجار ومن مرقو يا سبع مثل داك بالتان 40 اسبوع ما خلينا تم بطن البيت وش ما بيجي شاطر بيشان الساعة اليوم الحمد لله بيجي مخ فاتح ولا حق زول ما بخلي ودقيد ما بخلي حاجك بخليك ما في بقي راجل ارجل منك ما في والله ما شاء الله والله ما شاء الله الله يزيد الخير والنعمة اوكي واي. الانساني ما قال شنو اللي شنو طماع شنو ما بعرفه شريك شنو ما بعرفه واي الناس كي الانساني هو الطماع شريك الغني من ساعة وانت بقيت طماع قلب الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك برد قلبك وشو جايبك بتقول بك انقعدت في اي مكان مع اخوانك كلها بتحج وبتصحك مرتاح بتجبد مرتاح وبالتالي هم ولا بعرفوا حق ناس ما بعرفوا بعرف خرد خرد ما لكم خرد وكل ساكت والدنيا كيف الدنيا كيف اعطني من سيجارة جغل عندك هاكا نموت يا خمسة لي جهيرة ذا تفضلت لي وحيدي بس القنديل الواحد تقوم كل كات عينك لي أبو بالكبور إيه أما تلي اللي هو اليوم هذا شيء أطني يعني هاك خمس لي منه جاء واللح وخمس لي أنا والعتمة وقعت راحت انت والله اللي انت لا عيطوا لي عيطوا لي جيبوا لي النار لا تري أنا عندي لا خلاص لا سجن كسر نصك الولع وقاعدة كجربها كما بتولي بارك الله فيك كما بتولي ناي بقول اللي العيال اليوم داك مشيتوا لي قضيتهم اسوي اليوم شنو يا نمة العيال اليوم داك انا ما مشيت قاعد مشيت اسوي ما ناسب شناب ها وابو شناب يا زور قضيتك مقنون سكعبة مرة واحد ها أبو شناب أنا من أول كي دور بجربها وقلت لي تعال كالراجل بعقليتك وانت كي بتميز وبتركز تعال لمرايك مع العيالها وقع معايا نقعد في البيت هم بس جيبوا كان في جمل حقيت تفكر لي وكان في مالا جابوا جيلي بتراقبها واي وبتاكل وبتشرب شغل مال جاي هم هند أخونا شغل صغيرة تيم جايب لي ريح بياكل قال انا وانا وخلاص الله يود العزبه واصبح اخ خلاص راسك بقي قوي قال فات شك مد بس من الدمر الصعداني عندك بس اللي رجلي تلبرسن وقال كره سرقي مثل قاعد ينهي انا بعرفه ايه وكان ورش سرقه الله يخليك انا قلبي مقب اول ما سارح ومشكلته كمان سارح قادي بالحين من قام ولا معلمين شغلة وهم كل نحن كل زمان شغلة ولا نوالفين اللي العيال بس من قاموا ايش شغل زول العيال بسيسي دمي سي بس سي بس نحن كل ابني من شيء احنا علينا بناكل وكل ناكل وكل وبنشرب وبس ساكت من جابوا لنا ترى الميت يا ولا من ابوه ايوه وشغل حي طبعا نحن ما عندنا طريقه من قد صبيه وقدام المحكمه ونحن ما بنقول لهم الان نحن انا قال لك ابو عبد الرحمن بنزل قال لك من العمديه والله قال لك العمديه انا دخلت فوق شيء ايش عليني كله بتطفر لي انا التليفون بخليه انت العمديه كويسه
كويس معانا نحن. انت وقت تمشي صار تحل القضايا جو بتحل القضايا جا. بحل لهم في قضايا ولكن ولا نطالي شغلنا اقيف. بالعوضه في الاخير. اصبر. لما هم خلاص رايحين وعارفين ايش ما تقول العمده كيف بالكبور بحل القضيه وبالكبور كيك وبالكبور ياتو ياتو. كان عيالك سرقوا جبتهم في محكمتك الهنتك. قولوا بحاكمهم زي ما بدر بحاكم لنا نحن. بس بيشيلهم بتطلقهم. مالكم مال الاخرين. وشو عارف عزم السريع. ايوه والميه كلها عليه عيالك انت بتسند بتساوى بين هو وبينها. كم في خساره كلها بتقلعها النص بتقول لهم قانونكي واي وخير من احنا كم مشكلة عبد الرحمن انا بخاف الكتاب كيف يلحقني انا ما حالف كتاب ترى في العمدية حالف كتاب بعدين اجينا مشي نباتية مود لاجم بهي بلصك فشي نبات طك شفتها الكتاب من العيال كذول الله عسلي ها زقت مرتين وثلاثه الكتاب بنتام ما بي الحاجه انت ضربت حكم بالعدل ابو الكبور لا انا شغلك غلط ما سويته لكن في ناس واحدين ما شيء باقي بخفه اكل العيال لسه انت قاعد خفه ميزانيتي شيء باقي بالقريشات انك بالميتة 10-5 مليون في جيبك بالتاني كم تبقى شو كله بتتكلم بعدين انت ما بتمش معه بتميل معه دا اقول بس اقول وقت السوق ام دا قالوا ليك اللي يا في اللي يا اللي شغل منهم ما بتلقى اللي جابوا لك كله كريديس جيبك انت وقت السوق ام دا ما خلاصه سواني ام دا كمان ما ما هو الله يمر مرارة شغلها يا ما مرة تضبط يا كاسك دل في اليوم كم مشيت انا قال لك كم مشيت من كاسين وثلاثة ترى ولا بلقى كيفة ما بتلكيف منها سبه دك لكن دائما كل ما قليت كاس دك تحت الله قال لك مش خانت السن المرقت الله والحين خلتها هواء كبير مرة. ما مشكلة ما مشكلة إلا مشي لك بلين الذهب فصلوك بها بس عمدة شفتها إسا واحدة قال بقولوا لي أبو فليجي قال ما زين ما إنت يا زول آخر اتخرت بآخر تجيد قم يا باب والله قال لك وكل سنة قاعدة كلها تركب 80 سنة إسا قال لك ساكت حتى الونسة كلها قاعد بها انت ركبين 80 كلها بتركبين بركبين لا لا هي السنه اليوم كلها الحمد لله المخلات شايفه جميعها وما فوق كلها 15,000 فيها اليوم بالتالي الحمد لله اكثر من يزول انا بحكيك الامتى اي عمده انا يسوع قال لك السنه يا عبد الرحمن في مشعوليه كبيره بمسكك ليها ايوه بدور بمشي بلدي هنا فور برنجا ده عندي الارض الاول بدور بمشي بشوف اوراقه انت العروسه كلك ما بتخلدتك لا إيه والله ما بالخل هو انساني المشاكل كنا ما قال لك شنو واي خير ما فوق هن في اي مكان بسوق انك منها لك انا انسى قعدني معاك الزمان الغرب داك هنا فور برنجا احلى منه في ما في والمشاكل كان ما بندور لعيالنا وفي النهاية ما نبطنا الحركات ونايك شيء باقي وشيء غريبين برا من أهلنا واي وكل شيء باقي صعبة شوية وكمان يعني انت وربت جنة البلد دي واي وش ساعت ورايك ليش شنو بتمسك الشغلة فرقة تمشي وجي والله تو العيال باكر اللي جو ها طب من هني شيل لك معاك واحد لا تمش عيدة لا هم بيمشوا هناك وبيلقوا لهم جملال من هناك بالقوم يا ليش حسب كيفهم كيف رافقوني انا بالقوا اخر رافقوا بمد ما بيه وخليني انا وسط وسط بتمش عيدك بس والله بمشي بس توا بمشي كان حتى بركب الخط كلها انا العربات بركب في العربيات بس بمشي وبجي خلاص توا الليو كما تقلب لي بي واحدة كمان لا 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 شفت ميلة تربص نط منها مالك يعني عنده قدرة بنط ابوي نط منها
قدره ولا في. بعدين هم هسه اللي يجوا تزودوا لي عليها يالي وبتمشي. كان مثلا لقيت اخر مسيوم كله والله عمده خش انا اقول شنو وارجع بمشي هناك هم تو خدمتك خلوه الاهل هناك ما بيقبلوها. هاي هسه البقر الاول كفينا ان العرب مجيريها كلها عرفوني ترى ولا بخلوني كم مشيت هناك كل ما في ثلاثة راس كفوتنا لهم ولا عدين ولا حسبناهم في الحساب. واي وسع كم مشيت مشيت هناك من سووه واي قلت بفك كم بمشي انا كان يترجعني شغل خلاص الله رزقها الناس دوروا بفك لهم ان شاء الله منا واحد عندي طمان يعوض هنا. بعدين كلنا اللي قعدنا احنا شغل بقى طمان يعوض ولا بقى نكتر من اولادنا. ها الساعة في حلو حالنا بنشربه بنمسكه مالنا مسك زيني والبلد احلى من ذاك كله فكرته. انا قلت بشيل القرش انا من هناك من هاي الارض وبجيب بجيب هيك عم يشوف لنا علي عمره جاء ما بتلقي عادي شيء من القدم قدام على الخرطوم التا والدرحمة قومي اللي راجعين مرة احنا ماشيين قرب ماشيين لنا الحدود التاتيه وحتى من قايز غاوة كل السنة باقي فنعر وشي عملوا لهم راي آخر قاعد بكل العرفة والله كم زي ده. أنا سا ما أنا وين مشيت بعندك في جبل اللي بيقولوا لي كورة اللي بيقول لي هتصف وهاي كورة ها نمشي سر كزي ده كاركب من هنا يمش بي الله أروض هناك ومش جب أنزل الفاشر ألقى لينا عرضة مجيحة طب عندما الكبور جاء والفضلوق به كله فضلوق به وفت اللقانة وكان شيء نقعد في أرضنا وأرضنا هناك قاعد كنا لقينا خلاص ترى ماسكنا خلاص ولقينا ماسكنا هني كان براحة يعني بيخ ما من دخلوم كورة ومن قاع الفاشر جمنا نكسر في الفاشر نشوفوا أروزنا وفريقنا قاعد وخلاص أول ضمي زين ما في كلام داناتهم ما في كلام أبوي هو اصلا كيه الانساني قدرت من حليت بسهوله بس اخير لك من تربط الحبل في الارض بتقول له بتدرع في رقبتك واي وانا كم مشيت هناك بمسك كنت خليك مستنير لا انا في البشيفه انا واخد بقول كم مشيت بمسك هسه عمنا وما علو الكل سمحت قالوا هناك لا الناس الاول اللي يا شالي بقرهم متذكر بقرهم في الاخير هاي وقالوا تابعونا جوني وكله في النهاية يعني احنا حسب جدد وكذول وصفنا ما في وسع اليوم الناس اللي كلهم فهمونا بتعرف الجواسيس الجدوى جوصوا فوقنا الساعة كمان بيفتحوا لنا فوقنا خشم كلب بدل كي بمشي قادي وانت خليك مستنيت كان حصلت حاجة كمان انا بضرب لك حتى شغل بيجي يعني احنا بيجي انا بعجي من هنا العيال يصريتهم ما قاعد كم جو الله عليك اسبوع حكي لي يمشي بكانك هداهم باي شكل جاسف ممكن اللي صبروا لي اسبوع اللي يشوفوا معهم يميزوا البيعوا من البيعوا واللي يسعوا كمان اللي قعد كمان كان جينا وشوفوا تو شغل البعيد اللي يسعوه القريب كمان البيعوا بيعوا الجزيره ناس جرادة قاعدين ترى جرادة وابو فركاي وهو هاي عندك هاي اسمها توتي وقاط عداك وايد زمان الاربجي قال قاطع ايوه هاي قنقرته قال قاطع قاطع اربجي مقطع شو شغلك كذابه شغلك تعاسي شغل بوتين ايوه احنا بياكلوه بياكلوه الأخير شغل زمان شغل كون اشتغل فوق الحجارة شغل نكون شغل مرفعين زمان أكيد ويضربوه هيا هبدولي بنصيبي وأقول لك قال أربجي قال أربجي مثله أربجي فخلي فوق شغل أنا بعرف الله يقال لي توا الساعة أنا أول البارح ضرب لي عبد الرحمن وقال لي قال في واحدين قاعد هناك وكان ناس خاطري وخاطري الدك داك وقال وصفوه بليتم داك كله جس جس شينو ترى قال ناس العمد بالكبور يي قال لهم بتسووا بالحين الفاوض معاهم قال لهم بتسووا شنو قال لهم العمد داك في مدبارين السبعي وهنيكي معافية
ووسع قال لي قالوا في النهاية تونا من قعدوا كي رقدوا وقيلوا قال لهم خلاص الناس ديل في مدبرين وكي وقال لي بود الحمانين قال لهم بود الحمانة بعد دخل علي فريقيا كي ولبس طفل ما يقول لهم توفى مرة واحد كي ولا بسوي ما يقول لهم توفى مرة واحد عشوه من قطع ما جيب وقالوا انتم اولاد اثنين كبور عبد الرحمن قال لهم ديلا كل ماتوا هني اول وفي فردوس السبحانية واي قال لهم ديلا ماتوا البجالي كتمة واي واي قال ماتوا فوق الحاصل الله لك تلهم لقطوا لينا مثل شيء خير من قاعدين بحشي حشانة مثلا ما هي براهو وفاتو تو قال لي خلاص متعالي شغل مثل ذا وستان احنا قال لينا قال ايه نادي لك شعال وبقر من البلد تا وقال دارين احنا ما دارين احنا نسوي لهم حاجة دارين نأكد البقر كانت هنا بس مشولوا اللي انت خسارات لاجا وقال تسطحوا ليه يقول له بقي مرغوب وقلت لي خلاص لا شغل بتلف ما فين احنا توا بس اهوك لك قاعد تقول له 5 مليون هي انا والله ما مشكلة انطيهم والله 5 مليون ولا اي مشكلة لكن الساعة اللي جوا هم الخش جاء ايش قالوا بعربك العزيز اللي الساعة العزيز الجدتها بالحين قالوا انتم ما الراقد والله اللي مشي شولي منهم بس في النهاية شغل كان بيجي فوقنا منين وفوقنا ما بيحصل المشاكل كلها صحيح بياكلوا من بردوا لو مشي شيء ومنرطوا من حلو نحن خلاص النهاية الحبي واللحم مشتاقين فينا خلاص خلاص والليل خلاص الليل الله عليك فرقة تمشي طحرة كويس واي طحرة ولا بدور سولي ارش ولا نحن هذول في بقالنا من دور السترة بس نحن ودي الدكتور ودي الدكتور شيل ملالة شيل بالراحة بس تجيبها مالك ومال العوايط و والحبل الكيكه الحرامي وكل الجواسيس كلها بيلقوا مكاننا مثلها والمالك ان الناس يوم يجوك المال بودوا يمضوا الكركور الحمد لله كركور انا جابك الله نفعنا هاي صحيح بالتاني ما انه مال ذاك وذاك لا لا بس ها خلاص ولد امي الله يبارك فيك خلاص هي اما جيت سلمها الله يسلمها وكلمها يوم ذاك بس اقول قال عملت لك جوطه بسيطه هي وجوطتك ديك انا بالتالي حصر فوق اقول لها هذاش كلمها دخل عينها في كركوره كويس نحن شغله زي ما خلقنا فوق كويس هاي ما شاء الله بس جيها الموتل محروقه انا من زمان كفى عمله ولا دوستوا معاه كل يلا 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 هالحل قضاياكم واتجاهت يا عبد الرحمن والله ما ساعدتني في الحته لا انا واقف معاك اما بتضرب لي يوم الدوسه فلعتك هددت انا قلت لها والله في فلعتك وبالتاني هددت بعد الفلع بعد الدم جرى بعد الفلع سوت لي فوق صليقي وغسلت لي قمت هددت هددت قلت لها انت الله يزرعك بعدين انا قلت له روحكي بشيلها روحكي جي والله بشيلها سلي جنقوركي قلت لها والله انا كان بتنان تقول تحاركيني محاركة والله دمت جبتي وطقتك كيف قتلتك اخافت مرة واحد اخافت مرة واحد هيكي بتنان راجع ما انت اخافت مرة واحد انا قاعد صبت لي كباية قال بشرف فوق قبلت البقرات اليوم ده جابوه ما كسرا جريت في درفن بالجوال عندك اريكي قبلت جبت الربطة للعجال ولزمت اللازمين وتو جابت لي الكباية وفيها واحدة من القدم ديلة قلت لي ما بتحل بيها وكي كي قالت ما بحل قلت لي الشاهي جايبي لي يا حمرة كم بالسي ما خير ما قال لي قلت لي قال الشاهي مو في الحافي وقمت فوقه وقلت لي والله يكشح عليك فوتك يا باقي تو في المكان ذاك هي قلبها مر انا بعرفها والله انا ذا كله اللي قلت نص بس وكله في غيته انا ما قلته جابت لي بالحقيقه ان كده حافي لكن مشرب فوقه وقيت وانا زول في بقرة زي داورت كي ومشيت قال بشي اللي هي بتعبه بتقول ما يحلبوها وكذي اللي قام بالراحة كنا خشتني لي بعيد كي تقول انك باقي الرئيس طين قام طلع عني
تو قمت فوق انا جسطن الجيط زين وهددته خلاص كبت لي فوق صليبي. لا لا خلاص قام زي ده كان يجيب الحين كبروها لك. لا لا جفت قال السابيرت مرة واحد قومت لي ما قال جابت لي مادي. لا صوت لي صوف الحمد لله اوى جماعة في السام انا لا للأمد شغل كم سي كم ما بقصر بحجيك بس اخي توا تفاها اللي قعرة انك تو اوك صب لنا شيء وتشيء وخلاص تو الباقي ذاك كان والله قال لك فضل شوية يتاري يعني نكبوا منها كيف فطرنا تو الحمد لله خلاص توا الساعة بعدين الناس فيو بعدين يعني قضيتهم اليوم ترى يعني اليوم داخل يا يعني هنا الشال والجمل يا الناس ناس وشنابة و يا الناس هي شال والجمل اليوم قضيت خلاص اللي بيجوا هنا هي الله عليك انت ما كلمت تقول لهم نتلاقوا في الحلقة و ما جيت اكلمها البقرات السوقاني وداني كتحت بالخور ليه صحرا هنا يشوفين داك شافينه داك شافينه قال الكرة اليوم متى سوينا هناك في مظب الحجر ما قاعد انا شفراي خلاص الودون اليوم الواحد ما بسوي له شيء اللي مشى رجيلهم فوقه داخلين جوا داخلين جوا رجيلهم فوقه يحوسهم بجو جليه كان عليهم يقولوا كسر لينا حطب بس وياتك وخلاص لا لأن لكن شغل باكر الناس بشوفوه بسوبه ما بينفع معي شكرا خلاص الله يبارك فيك ابوي الحمد لله جزاك الله خلاص سلموا عدت الباقه واحده بشيلها انا لا انا الساعه بجي ما ماشي بزقي بس فرقت بزقي كل ما مرات هي باقي اجو امي جاسك تعال خرت لي خرنطيط قوم في المحكمه الحمد لله الله يطرح البركه يا ربي الانسان كي الدخن الخضراء ما في شغل زي وأم إيش قال قولي قال خمسو أمريشي قال ما حلال الحمد لله يا ربي الإنسان أنت بطنك الإنسان كي الله بحاسبك عليه بطنك الدامرك كله كم خمروه ولا بتحمزه بتبقى حلية شغل دمها تحلية بس تحلية في النهاية قنبت ما تقوم كل برنامج آخر بسوليها لا يا خلاص الله يبارك فيك إن شاء الله خمس لي يبارك الله يبارك فيك أبو الحمد لله سلم عليك ما خلاص كفاك أنت من قبل لا تكب الجب تفوكها فاني هاك لي تو استلمها خلاص انا من خمس لي افتح الحمد لله ربي شكرا فضلت وحيده بس اليوم اللي قلنا لكم ان الجماعه اللي